الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. نحمد الله جل جلاله. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أن بلغنا رجب، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيه ونحن في ختامه الآن، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا شعبان وأن يبارك لنا فيه، ونسأله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يبلغنا العشر الأواخر وأن يبلغنا ليلة القدر وأن يبارك لنا فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، كل محب ومشتاق لرمضان يتهيأ له قبل ذلك بأيام، ولا ينتظر دخول رمضان حتى يسأل نفسه كيف أتهيأ لرمضان. ومن أعظم ما يتهيأ له المسلم والمسلمة لرمضان أن يتبع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكره الله وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشهر رمضان من أحكام وفضائل وحكم ومقاصد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أصح ما نقل إلينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكتاب البحر العظيم، الكتاب الذي أطلق عليه أنه أصح كتاب بعد كتاب الله جل جلاله، الكتاب الذي كتب الله له القبول، فما تجد مكتبة في العالم الإسلامي إلا ويتصدرها كتاب صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وذكر الإمام البخاري في هذا الكتاب عدة أبواب، ومن هذه الأبواب التي ذكرت في هذا الكتاب كتاب الصوم. وقيل عن البخاري: تعرف فقه البخاري من تبويبه، فالإمام البخاري يستنبط الكثير من الأحكام من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويضعها في الباب. فهذا النوع من القراءة الحبة في الله من الأهمية في مكان. لما؟ لأنه يجمع بين الدراية والرواية، فتجد أحيانا طلبة العلم يهتمون بالرواية فقط فيقرؤون الأحاديث بأسانيدها من أجل تحصيل السند فقط. هذا مهم، لكن المقصد والأساس والأهم هو تحقيق الدراية. فليس مقصودنا أن نتعلم سند الحديث بقدر أن نفهم الحديث وأن نطبق الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لنا الحديث حتى نحفظه فحسب، إنما حتى نطبقه. فلذلك لابد من الجمع بين الدراية والرواية. فقراءة صحيح البخاري يجمع بين تعلم الأحكام الشرعية والمصادر الشرعية. فتعلم الأحكام الشرعية من كتب الفقه مهم، لكن من الجميل بين الحين والآخر أن يتعلم الطالب كيف تستنبط الأحكام وأن يرجع إلى المصادر الأساسية. فتعلم الأحكام الشرعية من كتب الفقه في بعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشئ خللا في ميزان طالب العلم. فطالب العلم لابد أن يتعلم الأحكام الشرعية ولابد أن يرجع للمصادر الشرعية، وأعظم مصادر الشريعة هي القرآن والسنة. فقراءة هذا الباب من الأهمية في مكان، خصوصا نحن في يعني بدايات التحضير لرمضان، وبدأت تهب علينا نسائم رمضان المباركة بإذن الله جل جلاله. فنجمع في هذا المجلس بين طلب العلم وتحضير القلب وتحضير العقل وسماع كلام الله وسماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرور على ما استنبطه العلماء والفقهاء من أحكام وأداب ومقاصد من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تعالى أن يفتح علينا بما فيه خير لنا ولكم في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. يقول المصنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلمه وعلمكم في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان.
وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذكر في الباب، سنمر في كل باب بتعليق سريع على التبويب، ذكر الحكم الشرعي لصوم رمضان، لأن المسلم لابد أن يسأل عن الحكم الشرعي أولا. فالحكم الشرعي يدور على 5 أنواع: إما الوجوب، وإما الندب، وإما الإباحة أو كراهة أو التحريم. فذكر هنا الحكم الأول وهو الوجوب، وذكر بعد كلمة الوجوب باب وجوب صوم رمضان. ورمضان هو أحد الأشهر القمرية التي ذكرها الله جل جلاله في القرآن الكريم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية. وقيل أن رمضان سمي بذلك الاسم من الرمض، والرمض هو شدة الحر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاة الضحى، قال: صلاة الضحى حين ترمض الفصال. ترمض الفصال، الفصال هي ولد الإبل الصغيرة، ترمض أي عندما يشتد الحر فتختبئ بظل أمها. فرمضان معروف بحره، طبعا هذا إذا جاء في الصيف وخاصة في جزيرة العرب، ولذلك سمي رمضان بهذا الاسم. افتتح الإمام البخاري رحمه الله ونفعنا بعلمه بقول الله جل جلاله بالآية الأولى التي ذكر الله تعالى فيها حكم الصيام، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي هذه الآية فوائد عظيمة. الفائدة الأولى أن الله جل جلاله بين للأمة أن هذه الفريضة لم تفرض عليكم فقط، إنما فرضت على من كان قبلكم. وهذا إن دل على شيء يدل على أمرين: الأمر الأول، إذا اشترك الجميع في حكم معين وفي أمر معين فهذا يدل على أهميته، فكلما اتسعت رقعة من تجب عليهم العبادة كلما دل ذلك على أهميتها. فلأهمية التوحيد بعث الأنبياء كلهم بدعوة التوحيد، لأنها أم الشرائع وأصل الأصول وركن الأركان، فكانت دعوة الأنبياء كلهم قائمة على التوحيد. وكلما كانت شريعة من الشرائع مهمة كلما كانت الأمم مشتركة فيها. فبين الله تعالى لنا أنه من أهمية صوم رمضان وعبادة الصيام أني لم أشرعها لهذه الأمة فحسب، إنما شرعت لكل الأمم قبلكم. والفائدة الثانية أن هذا يخفف عنا، فإذا علمت أن أمرا مفروض عليك وعلى أخيك فتعلم أن هذا ليس فقط عليك فيهون عليك الأمر، أما إذا كل من كان حولك ليس مفروض عليه الأمر إنما أنت فرض عليك الأمر فقط فتهاب ذلك. فعلمك أن الأمم التي سبقت هذه الأمة فرض عليها كذلك الصيام، هذا يخفف عنك. ثم بين جل جلاله المقصد، الحكمة من ذلك التشريع. والحكمة والحبة في الله من التشريع على أنواع، فقد تجد بعض العبادات ذكر الله جل جلاله منها الحكمة، وقد تجد بعض العبادات لم يذكر ربنا تعالى منها الحكمة، وهذا إن دل على شيء يدل على استخراج حقيقة العبودية من المرء لله. فقد تسأل عن أشياء، شو الحكمة يا شيخ من هذا الأمر؟ فقد تجد جوابا، وقد تسأل عن أشياء فلا تجد جوابا. فلو سألتك ما الحكمة من أن تصلي المغرب 3 ركعات وأن تصلي العشاء 4 ركعات؟ لا ندري ما الحكمة، إنما الحكمة من ذلك أن نسلم لله فيستخرج الله تعالى منا حقيقة العبودية، والعبودية أصلها التسليم لله جل جلاله فيما أمر ونهى عنه تعالى. نعم. عن طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات 5 إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا.
فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. فقال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. هذا الحديث يدل أيها الحبة في الله على أن السائل جديد عهد بإسلام، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الأعراب، يعني من أهل البادية، ليس ممن يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكأنه حديث عهد بإسلام، دخل على النبي فائر الرأس، فسأله عن الفرائض، وكأن الحكيم العربي الحكيم أو المسلم الحكيم أو الإنسان الفطن يسأل أولا من باب فقه الأولويات عن الفرائض. تجد بعض الشباب اليوم إذا أقبل إلى الله والتزم يهتم بالنوافل أكثر من الفرائض. الاهتمام بالنوافل مطلوب ومهم، لكن ليس على حساب الفرائض. فقد تجد من فرضت عليه الزكاة لا يزكي لكنه يتصدق. كيف تتصدق عليك الزكاة؟ أو كيف تتصدق عليك دين؟ اقض دينك، ادفع ما عليك. لذلك ترتيب الأولويات أساس. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول للنبي أنا جديد عهد بإسلام، علمني الفرائض. ولذلك هذا أسلوب نبوي رائع للدعاة إلى الله. بيجي معنا أحيانا بعض الشباب بيلتزموا، بتوبوا معك، بتكون بالجولة، بيجي معك، فما تقول له كل شيء فرائض وسنن ونوافل، بعدين بهاب، بعدين بخاف. ابدأ معه بالفرائض، علمه الفرائض، ثم إن تمسك بها وواظب عليها وذاق لذتها علمه الآن النوافل. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه فريضة الصلاة، وعلمه فريضة الصيام، وعلمه فريضة الزكاة. فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ولا زايد عليه شيء. ما قال له النبي لا ما بصح، كمان النوافل لازم يجيبها، تركوه الآن، أنا أبلان منك ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق، إذا استطاع أن يحافظ عليها فقد أفلح، لأن النبي يعلم أن الذي تذوق لذة الفرائض قطعا سيبدأ بعدها بالنوافل. وبعد التوحيد الفرائض من أعظم أسباب دخول الجنة، أما مقامات الجنة ودرجات الجنة مرتبطة بالنوافل، فلا ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. فرض الصيام على 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 المسلمين في المدينة أم في مكة؟ في المدينة. أي سنة؟ في السنة الثانية للهجرة. فهذا يدل على أن هنالك سنة سبقت فرض الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل إلى المدينة وعلم أن اليهود يصومون عاشوراء، صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء. وعندما صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء أمر الصحابة بصيامه، فكان صوم عاشوراء على المسلمين قبل فرض صيام رمضان فرضا. كذلك هذا من حكمة المشرع وهو ربنا جل جلاله، التمهيد، التمهيد في التشريع، أن يصوم الصحابة يوما ثم يصومون أكثر من ذلك. فعندما فرض رمضان على الصحابة وعلى الأمة ترك النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء. ما المقصود بترك عاشوراء؟ هل المقصود بالترك عدم الصيام؟ شو يعني؟ ترك التشديد على الصحابة بالأمر، شدد عليهم بأمر الصيام. فعندما فرض رمضان خفف عليهم التشديد وأمرهم بصيامه، لكن أمر ندب لا أمر فرض، وقال نحن أحق بهذا من اليهود، وقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء أفطر. لأنه نعلم أن هذا اليوم يوم عاشوراء يوم يمتد إلى موسى عليه السلام، لذلك العرب كان مما نقل إليهم أهمية هذا اليوم، وأن الله جل جلاله نجى فيه موسى عليه السلام. لكن ما يظن، وهذا يعني لو خرجنا شوي عن الموضوع، يظن البعض أن عاشوراء هو يوم متعلق بمقتل الحسين رضي الله تعالى عنه،
صحيح أن مقتل الحسين رضي الله عنه كان في عاشوراء، لكن ليس لصوم عاشوراء علاقة بمقتل الحسين، فحسين يعني صبت النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبه ومن أهل الجنة ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحبه فرض وواجب علينا، ومبغضه والعياذ بالله يعني مبغض لآل بيت النبي، ومن أبغض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو في النار، كل هذا صحيح، لكن ليس لعاشوراء علاقة بمقتل الحسين، إنما عاشوراء لها علاقة بنجاة موسى عليه السلام. لذلك كانت قريش تصوم يوم عاشوراء، لأنه مما نقل إليهم من أخبار بني إسرائيل. وكما نعلم أن العرب قبل الإسلام في وقت الجاهلية نقل إليهم كثير من شرائع اليهود ومن شرائع النصارى مما ذكر في التوراة وفي الإنجيل، ومما نقل إليهم من شرائع التوراة صيام عاشوراء، فكان أهل قريش يصومون عاشوراء، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأكد ذلك وفرضه على الصحابة، وعندما فرض رمضان خفف عنهم فقال من شاء فليصم ومن شاء فليترك. نعم. عن أبي هريرة، باب فضل الصوم، عن أبي هريرة رضي الله عنه بين الحكمة ثم بين الفضل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. يروي لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه حديثا عظيما عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول فيه: الصيام جنة، والجنة يعني وقاية. قال العلماء: هل هذا المقصود منه وقاية في الدنيا أم في الآخرة؟ الأصل الجمع، فهو وقاية في الدنيا ووقاية في الآخرة. كيف تكون الوقاية؟ الوقاية في الدنيا من سرعة الغضب، الوقاية في الدنيا من الرد على الظالم. يجوز في الحياة الدنيا، في حياتك الطبيعية في غير وقت رمضان، يجوز لك أن ترد من أساء إليك بنفسها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، الأفضل أن تعفو وتصفح. لكن من رد السيئة بالسيئة، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لكن في رمضان بالذات بين لك النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة أن ترد الإساءة بقولك إني صائم. وما معنى إني صائم؟ معنى إني صائم كأنك تقول له: أستطيع أن أجيبك، ولست عاجزا عن إجابتك والرد عليك وعلى رد إساءتك لي، لكني مطيع لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني صائم. فالصيام جنة، يحميك من الغضب، يحميك من الوقوع في المشاكل، يحفظك من الرفث. وما هو الرفث؟ قول سيء الكلام، والبعض قال قول ما لا حاجة فيه، ومنه يسمى اللغو. ما هو اللغو؟ اللغو هو الكلام الذي لا طائل منه، لا فائدة منه. فلذلك الصيام يحميك من هذا الكلام، من هذا القول، يحميك من الغضب، يحميك من رد الإساءة بالإساءة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جنة، وجنة أي وقاية كذلك، ومن قيامة من النار. قال: فلا يرفث ولا يجهل. إيش الفرق بين الرفث والجهل؟ الرفث هو سيء الكلام، والجهل هو سيء الأفعال. السؤال: أليس سيء الكلام من سيء الأفعال؟ طيب لما كرر؟ هل هذا يعتبر من التكرار الذي لا فائدة منه؟ أحسنت، وهو يدخل تحت بيان عطف الخاص على العام. فالرفث هو الخاص والجهل هو العام، فعندما ذكر الخاص قبل العام هذا دليل أهمية الخاص. نقول: أدخل يا رامي والطلاب. لو قلت: أدخلوا أيها الطلاب، أليس رامي من الطلاب؟ لما خصصت رامي؟ قال: لأهميته، على سبيل المثال. فإذا ذكرت خاصا من العام قبل العام فهذا يدل على خصوصية هذا الخاص، وهذا من قبيل عطف الخاص على العام. فقال: فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه وهو يستطيع أن يجيبه فليقل إني صائم مرتين. قالوا العلماء: ما سبب التكرار؟ لما يقولها مرتين؟ من باب التأكيد على المستمع: إني صائم، إني صائم،
يعني كما قلت لكم أستطيع أن أجيبك لكني مطيع لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعموم كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه تكرار. كانت عائشة تقول رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بأمر كرره مرتين أو ثلاثا حتى يفهم عنه، ثم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق لكن لأهمية الأمر، فيقول: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هو الرائحة التي تخرج من جوف ابن آدم، المعدة الحبة في الله، إذا بقيت فترة فارغة لا يدخل إليها طعام فيخرج منها رائحة المعدة، رائحة المعدة تظهر من الفم. فإذا قابلت أحدا أو اقتربت منه أو سلم عليك وكلمك، خصوصا بعد فترة الظهر، يعني بعد فترة ذوبان الطعام وهضم الطعام، هضم طعام السحور، فتخرج من الفم أو من المعدة رائحة كريهة، هذه اسمها خلوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرغب أهل الإيمان وأهل الإسلام بأهمية الصيام: ولو خرج منك ما يؤذيك أو قد يؤذي غيرك، فقال صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا من قبيل الحقيقة أم المجاز؟ ليش؟ طب هو السؤال إذا بدنا نقول حقيقة، يعني الآن أنت تقول هذا، طبعا هذا مما لا ينبغي أن يخوض المرء فيه. الأصل أن نخوض في مراد الله من الحديث، وهو ترغيبنا بالصيام. فإذا قلت أطيب عند الله من ريح المسك، حتى مباشرة دائما يبقى تنزيه الله في ذهني عن تشبيهه بالمخلوقات. أنا وأنت بالنسبة لنا كمخلوقات نتأثر بالروائح، فرائحة الخلوف تضايقنا، ورائحة المسك والعنبر والعود تسعدنا وتفرحنا، فالخوض في هذا الباب قد يوهم التشبيه. لذلك الأصل أن تقول أن مراد الله جل جلاله من هذا الكلام ترغيبنا بفضيلة الصوم، وأن نحتسب وأن نعلم أن الصوم يفرح ربنا جل جلاله. ثم قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته، أي الجماعة، من أجلي. وهذا فيه دليل أهمية الإخلاص: الصيام لي، وفي رواية: الصوم لي وأنا أجزي به. وهنا أريد أن أبين فائدة، يقول البعض أن هنالك فرق بين الصوم والصيام، ما رأيكم؟ ما الفرق بين الصوم والصيام؟ قال البعض أن الصوم هو الإمساك عن الكلام. قلنا له: ما الدليل على قولك؟ فقال: إن الله تعالى يقول على لسان مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما. شو بدك تصوم تعملي؟ قالت: فلن أكلم اليوم إنسيا. قلنا له: ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به؟ فلذلك الصوم والصيام واحد. فالصوم والصيام في اللغة يعني الإمساك، وفي الشرع شو يعني الصوم في الشرع؟ مين بيعرف الصيام في الشرع؟ بالفقه قرأنا الإمساك عن المفطرات، هذا مما ذكره الإمام الشربيني في كتابه الإقناع. لكن مما ذكره، وهذا ذكرته اليوم أنا درس الفقه لو كنت مركزين، ذكرت أن التعريف الأشمل للصيام شو هو؟ من كان عم درس الفقه اليوم صبح عنا بالمناسبة، كل ثلاثاء، من بدأنا من اليوم إلى رمضان إن شاء الله، كل ثلاثاء بعد الفجر نقرأ من كتاب الإقناع باب الصيام ونشرحه بإذن الله جل جلاله. والحمد لله هذه السنة الثالثة والرابعة في كل عام قبل رمضان نقرأ أبواب الصيام من كتب السادة الشافعية، فاكتبوا هذا واحفظوه. الصيام هو الإمساك عن شيء مخصوص بصفة مخصوصة في وقت مخصوص، هو الإمساك عن شيء مخصوص، ليس الإمساك عن كل شيء، في وقت مخصوص، الإمساك عن شيء مخصوص في وقت مخصوص بصفة مخصوصة. وهذا له تفصيل بشرائط الوجوب وشرائط الصحة ومن هو المكلف وكيف يكلف إلى غير ذلك. قال: وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها. نعم.
باب الصوم كفارة. عن حذيفة قال قال عمر رضي الله عنهما قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديثا من عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال ليس أسأل عن ذه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال وإن دون ذلك بابا مغلقة. قال فيفتح أو يكسر؟ قال يكسر. قال ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال من الباب مش من الباب أكان عمر يعلم من الباب؟ أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة. مسروق رضي الله تعالى عنه هو أحد التابعين، والتابعي هو من رأى الصحابي وآمن بالنبي وبما آمن به الصحابي ومات على ذلك، والصحابي هو من رأى النبي وآمن بما آمن وآمن بما جاء به النبي ومات على ذلك، وتابع التابعين هو من رأى التابعي وآمن بما آمن به التابعي ومات على ذلك. فيقول مسروق كنا عند حذيفة فحدثنا حذيفة عن حادثة وقعت بينه وبين عمر، كان عمر رضي الله تعالى عنه جالسا مع الصحابة فسألهم، وكان عمر يخاف من الفتنة خصوصا عندما يعني أخذ الحكم، عندما جلس على كرسي الحكم فكان يخاف من الفتنة. فسأل الصحابة هل سمع أحد منكم حديثا عن الفتنة؟ وحذيفة رضي الله تعالى عنه مشهور إذا أردت أحاديث الفتن فأغلبها رواها لنا حذيفة. حذيفة رضي الله تعالى عنه مشهور ومعروف في رواية أحاديث الفتن. فقال حذيفة نعم يا عمر أنا سمعت حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له ما هو؟ فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله. شو يعني فتنة الرجل في أهله وماله؟ يعني انشغالك بمرتك أولادك وشغلك وبيعك وشرائك أحيانا بضعف عباداتك. فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قيامك بالصيام والصلاة كفارة لضعفك بالأعمال بسبب النساء والأولاد والأعمال. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه بارك الله فيك يا حذيفة بس أنا ما عم بسأل عن الفتنة، أسأل عن الفتن الكبيرة التي تموج موج الجبال والبحار لا يستطيع أحد أن يوقفها، يعني يكثر فيها القتل والهرج والمرج. قال له حذيفة دونك يا عمر بينك وبينها باب، يعني بدي بشرك يا عمر ما تخاف أنت بزمانك ما حتصير. فقال له سيدنا عمر طيب سؤال، هذا الباب يفتح أم يكسر بينه وبين الفتن؟ بينفتح فتح ولا بينكسر كسر؟ فقال حذيفة رضي الله عنه يكسر كسرا. فالتابعين بده يسألوا حذيفة فاستحوا فقدموا مسروق قالوا له اسألوا لحذيفة. فقال مسروق يا حذيفة كان عمر يعلم من الباب؟ قال كان يعلم كما يعلم أن الليلة دون غد. كيف بيعرف الإنسان أنه هلأ الليلة هي قبل بكرة؟ فكان عمر يعلم. وفي أنا كنت أراجع الروايات، في رواية كذلك عند البخاري في رواية أخرى وقال وكان عمر يعلم أنه هو الباب. عمر يعلم أنه هو الباب، وكيف كسر الباب؟ قتله، وقتل رضي الله تعالى عنه شهيدا. نعم. باب الريان للصائمين. حدثنا عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه صائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. مما يجب أن نؤمن به الإيمان بما بعد الموت، ومما يجب الإيمان به الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وكان من دعائه اللهم أنت الحق ووعدك حق والجنة حق. ومما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن للجنة ثمانية أبواب، وكل باب من هذه الأبواب يدخل منه أهل هذا الباب. فللجهاد باب، وللصلاة باب، وللصيام باب، وباب الصيام اسمه باب الريان. ومن يعلم ما معنى الريان ولما سمي بالريان؟ الريان هو صيغة من صيغ المبالغة في الري، والري هي الصفة التي يفتقدها الصائم. فأول ما يشعر به الصائم عند صومه العطش، ويفقد صفة الري، والجزاء من جنس العمل.
فالذي ترك الري في الدنيا لله يدخله الله تعالى من باب من شدة الري فيه اسمه الريان. اللهم ارزقنا الدخول من باب الريان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يدخلون من هذا الباب هم فقط الصائمون، فإذا دخل الصائمون أغلق الباب. طبعا هل يعني هل يدخل الجنة غير الصائم؟ بتقول لي يعني ممكن واحد ما كان يصوم يدخل من غير باب الريان؟ قال العلماء المقصود منه من كانوا يكثرون الصوم، أي كثيروا الصوم. فلذلك ما أنصح به نفسي وإخواني وأخواتي ونحن في رجب أن نبدأ نحضر أنفسنا للصوم، وأنصحكم ببدء صيام الاثنين والخميس والأيام البيض الثلاثة من كل شهر، أو ومن استطاع أن يزيد على ذلك أن يصوم يوما ويفطر يوما. فمن بدأ بهذا حضر بدنه وحضر نفسه وحضر قلبه، لأنه من أعظم ما يعني يؤثر فيك شهوتك، وشهوة الطعام هي من أكثر الشهوات التي لا نستطيع ضبطها نحن كبشر. فمن استطاع ضبط شهوة الطعام وعدم الانجرار لها فهذا يهيئ قلبه وروحه ونفسه قبل رمضان. فأتمنى يعني من إخواني أن يعزموا على ذلك. إذا لم تستطع أن تصوم يوما وتفطر يوما، صم الاثنين والخميس والأيام الثلاثة البيض من كل شهر. الله أعلم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يسأل سؤالا، قال: أنا من أي باب؟ جهاد ولا صلاة؟ وهذا إن دل على شيء يدل على علو الهمم. فتجد بعض الشباب أحيانا إذا وفق في عمل معين فبيرضى فيه، بقول لك خلاص أنا بكفي هذا الباب، وهذا ليس من شيم المؤمن. فإذا ما خط في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. وإذا كانت النفوس كبيرة تعبت في مرادها الأبدان. فأبو بكر رضي الله عنه من علو همته لم يرضى أن يكون ممن يدخل من باب واحد، فوقف وسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سمع منه أنه لكل باب أهلون، فقال: يا رسول الله، هل يوجد من الأمة من يدخل من كل الأبواب؟ أي أن أبواب الجنة كلها تفتح له، فيقال له: أدخل من أي أبواب الجنة شئت، لو أردنا أن نسميك من أهل الصيام لكنت منهم، ومن أهل الصلاة لكنت منهم، ومن أهل الجهاد لكنت منهم، فادخل من أي أبواب الجنة شئت. فأخبره وبشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه نعم وأنت منهم. فكان أبو بكر رضي الله عنه ممن يدخل من هذه الأبواب كلها. ويعني هذا يا أخواني في الله يدلنا على أهمية طلب رفع الهمة في الدين. لذلك كان مما يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم دائما، وعلمنا إياه أن نحفظه ونردده: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل. أخطر مرض يصاب به المسلم الملتزم الكسل. كسل إيش كسل؟ بمر على الأيام، بتنعد الشهور، بتنعد السنوات، هو جالس لا يتقدم في دين ولا دنيا، لا علم ولا قرآن ولا دعوة ولا إيمان. تمر عليك وتعد السنوات عدا، جاوزت العشرين، قربت الثلاثين، جاوزت الثلاثين، اقتربت من الأربعين، ماذا تقدمت؟ أين بناؤك العلمي؟ أين بناؤك الإيماني؟ أين بناؤك النفسي؟ أين بناء أسرتك؟ أين اهتمامك بنفسك؟ إذا أردت أن تنام مع النائمين تنام بعد الفجر، وتنام بعد العشاء، وتنام كل الليل، وتنام في النهار، وتقيرل قبل الظهر وبعد الظهر، ولم تعزم على نفسك، ولم تكن ممن يجتهد ويجد في الطاعة والعبادة وطلب العلم والدعوة إلى الله، فلن تبني نفسك وستكون مع عوام الناس. أما الأبطال القادة الذين لهم شأن في الدنيا وفي الآخرة لا يلهو مع اللهين، ولا يلغو مع اللاغين، ولا يتكلم مع المتكلمين، ولا يعيش مع سفاسف الناس الذين لا يتكلمون في معالي الأمور، بل يبحث عمن يتكلم في معالي الأمور مع أصحاب الهمم والأهداف فيصاحبهم حتى يكون معهم ومنهم في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
قال: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وقال لا تقدم رمضان. شو يعني ومن رأى كله واسعا؟ شو يعني كله؟ كلا اللفظين، يعني هل يقال رمضان أو شهر رمضان أو الأمر واسع، قلت هذا أم ذاك، لا بأس. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان وفتحت أبواب الجنة. وقال رسول الله عن أنه أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بأس، اقرأ الراوي. وعن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليثي: حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان. الحديث الأول والثاني يدل على حقيقة ما حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على المجاز. وأخبرناكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن للجنة أبواب، وفي رمضان تفتح أبواب الجنة، هذا حقيقة أنها تفتح، لكن هذا له مقصود. أنا إذا علمت أن أبواب الجنة تفتح، طيب ما المقصود بذلك؟ ما الفائدة بذلك؟ دليل على كثرة الأعمال الصالحة التي تعرج إلى الله تعالى، فهذا كناية على كثرة الأعمال الصالحة في رمضان. وتغلق أبواب النيران كناية على قلة الأعمال السيئة. وتسلسل الشياطين أو تصفد الشياطين دليل على أن الشياطين تصفد، أي تكبل بالسلاسل. وهل الشياطين التي تصفد وتسلسل هي كل الشياطين؟ على قولين. القول الأول أنها تصفد كلها ولا يبقى منها إلا القرين الذي معك، ومنه يفسر الأفعال السيئة التي قد تصدر من بعض الناس في رمضان. والقول الثاني أن الذي يسلسل ويصفدهم مردة الشياطين، ويبقى صغار الشياطين، ومنه يخرج ما يصدر من أفعال سيئة من الناس. لكن المتفق عليه والذي أجمع عليه العلماء أن مردة الشياطين يصفدون في رمضان، فهي فرصة لأنك تغلبت على عدو، فأنت تعيش مع عدوين، عدوك الأول وهو نفسك التي بين جنبيك، وعدوك الثاني الشيطان. فالشيطان يكبل في رمضان، ونفسك ما علاجها في رمضان؟ صيام، لأن النفس تحب الشهوة، تحب الطعام، تحب الشراب، فأنت تقول يا نفس ليس لك أن تأكلي الآن، وليس لك أن تشربي، وليس لك أن تأتي شهوتك، فاصمتي ولا تسمعيني صوتك. فأنت تربي نفسك وصفدت الشياطين. لذلك من يعصي الله في رمضان، أي إنسان هذا؟ خلصه الله من نفسه ومن عدوه الثاني وهو الشيطان، ومع ذلك يعصي الله، نسأل الله السلامة. نعم. باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية. وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عبادة الاحتساب عبادة مهجورة عند الكثير إلا من رحم الله. أحيانا العادة تغلب علينا، تعودنا منذ الصغر: قوم يا أمي على سحور، قوم يا بي على سحور، يلا ننزل على التراويح، يلا بدنا نفطر، يلا بدنا نصوم. قلما سمعنا الفضائل، أو سمعنا ونسينا. لذلك نقول: سمعنا مشايخنا دائما يقولون لا بد من حلقة تعليم الفضائل، لأنها تذكر بالاحتساب. فكم مرة توضأنا؟ أنا أقول على الوضوء لأنه عبادة تتكرر معك كل يوم. كم مرة تذكرت وأنت تتوضأ أن الوضوء يغفر الله تعالى لك كل ذنب اقترفته بوجهك ويدك وسمعك وبصرك؟ لماذا ننسى؟ تعرف ليش ننسى؟ لأنه كل يوم عندنا أقل شيء 4-5 مرات نتوضأ، وما بنسمع كثير عن الاحتساب، فبمر علينا الوضوء بدون احتساب. وفي حديث أنا دائما يعني أقف عنده ويستوقفني، قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا أجر لمن لا حسبة له. شيء غريب، لا أجر لمن لا حسبة له. ونحن مع العمر صار 10-20-30-40 رمضان ماري علي، فتعودت رمضان وعشر أواخر وليلة قدر، فمعش حس بالفضائل.
فالذي لا يستشعر ويحتسب الأجور فليس له أجر في رمضان ولا في العشر الأواخر ولا في ليلة القدر. نعم. باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. كان أجود بالخير من الريح المرسلة. القرآن الذي بين جنبينا والذي بين أيدينا الآن، عرضه بهذا الترتيب، ترتيب السور والآيات الذي عرضه على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية، من هو؟ جبريل عليه السلام. حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظه بنفسه، فقال له ربنا تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. فقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعام جاء جبريل وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا بهذه العرضة التي نقرأها الآن، يعني الفاتحة، البقرة، العمران، النساء، المائدة، الأنعام، هذا الترتيب الذي رتبه هكذا قراءة جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على الصحابة بترتيب جبريل كما رتبه جبريل عليه السلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره جبريل في كل العام، وبالذات في رمضان يزوره أكثر، فكان يزوره في كل يوم مرة فيقرأ عليه القرآن ويقرأ على ذلك حتى ينسلخ الشهر، أي ينقطع الشهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الجود، أي الكرم والعطاء والإحسان والتقديم في رمضان، شبهه الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: كان كالريح المرسلة، أي الريح التي تحمل معها كل شيء ولا يقف أمامها شيء. لذلك يعني لا ينبغي للواحد منا أن لا يكون له عوائل يطعمها في رمضان. أحث إخواني وأحث أخواتي ولو القليل بقدر ما تستطيع، كل منا على حسب استطاعته، احجز من الآن مجموعة من العوائل، من الفقراء، من أبناء بلدك، من أبناء مدينتك، ممن يعيشون معك، من إخوانك وأخواتك، ممن حجبهم ومنعهم الحياء وماء وجوههم أن يسألوا الناس، فاتصل بهم واذهب إليهم أو إلى جمعية خيرية يعني ثقة، وقل لهم: أنا أريد أن أحجز عندكم يعني بعض الوجبات كي تطعموا هؤلاء الفقراء. هنالك بعض العوائل إخواني لا يجدون في رمضان ما يعني يطعمون به أهليهم أو أولادهم، فقدم أنت شيئا من المال لهؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الجود والخير في رمضان. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. حدثنا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. القول شيء والعمل شيء آخر، لكن القول من العمل، وقدم القول على العمل من باب التخصيص من العام للأهمية، ومن باب بيان الخاص وعطفه على العام. فقول الزور هو عمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما الفائدة أيها الصائم من أن تصوم وتسب؟ ما الفائدة أيها الصائم من أن تصوم وترفث؟ ما الفائدة أيها الصائم من أن تصوم وتتكلم برديء الكلام؟ فلو كان صومك صادقا لظهر على كلامك وظهر على جوانحك. نعم. نختم الحديث. أنت دفتين كن؟ صار؟ طيب يؤذن؟ ونكمل بعد الأذان، لازم نكمل 45 شهر.
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة وبعث مقام محمد الذي بعده باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ أبو هريرة رضي الله عنه يقول عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة عن أبي صالح الزيات أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني ملغ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوفه بالصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا بقي ربه فرح بصومه. الحديث كله غالبا مررنا عليه الزيادة الأخيرة في ختامه قول النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وفرح الصائم يحبة في الله في هذه اللحظة أنه أنجز العبادة. الحالة النفسية لك تكون في أول الصيام خصوصا إذا كنت صيام النفل هي شدة الضيق تحدثك نفسك يعني مئات المرات في ساعات الصباح الأولى عن الفطور يعني ما بتشتهي أنواع من الأكل مثل ما بتشتهي بالساعات الأولى بس فعلا صمصم نفل ما بضل حدا إلا بيعزمك ما بضل حدا إلا بقول لك شرف طلع علينا عم نفطر كل أنواع المشتهيات تأتيك فمن جاهد نفسه وصبر وأكمل يشعر بفرح عجيب عند المغرب وكأنه فرح الانتصار لذلك قال الله في ختام آيات الصيام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله لمن تكبر الله ألا ترى أن الذي يكون في المعركة وينتصر أول كلمة يقولها الله أكبر لما قد انتصرت وأعظم عدو تنتصر عليه في الصيام نفسك فخلال ساعات النهار بتكون بمعركة دق السيوف شغال هون هو بتجيب لك المنقوش من هون والحمص من هون والفول من هون إذا تغلبت عليهم تيجي تقول يجيك الغداء من هون
تغلبت على إجا المغرب فبأذن المؤذن فأنت تفرح الحمد لله انتصرت اليوم على نفسك. فعندك 30 معركة في رمضان كل يوم مع نفسك، والفرحة الثانية عندما وضبت على كل الأعمال تنتصر الانتصار الأكبر فتكبر الله وتدخل الجنة. فهي فرحتان، فرحة الانتصار الأصغر على العبادة في العبادة، وفرحة الانتصار الأكبر عند دخول الجنة. اللهم اجعلنا ممن يفرح في الدنيا والآخرة. نعم. باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. يلا يا عزبي اسمع ركز شوف. بين أنا أمشي مع عبد الله عن علقمة رضي الله عنه قال بين أنا أمشي مع عبد الله رضي الله عنه فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصل الفرج، ومن لم يستطع فعليه بصوم فإنه له وجاء. يرغب النبي صلى الله عليه وسلم شباب الصحابة دائما بالزواج. النبي صلى الله عليه وسلم يرغب بالزواج، لذلك لازم دائما يرغب بالزواج. ومن ترك سنتي فليس مني، قال وإني لا تزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. ثم يخفف عنهم لأنه يعلم أن بين الصحابة من لا يجد ما يتزوج به، فقال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه أغض للبصر وأحصم للفرج، أي يعينك، لأنه مما يحرك الشهوة عند المرء الطعام. كثرة الطعام تدعو لكثرة الشهوة، وقلة الطعام تقلل الشهوة. فلذلك كلما صمت كلما قلت شهوتك كلما حصنت نفسك من الوقوع في الحرام. وجاء يعني بقايا. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. عندنا أربع أحاديث أو خمس أحاديث أسردهم كلهم ثم نعلق عليهم ونختم إن شاء الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وعن جبلة بن جبلة وعن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وخلص. خلص يعني ضم، الإبهام هذا، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، تالتي خلص فيها الإبهام، ضب الإبهام. نعم. وخلص الإبهام في الثالثة. وعن محمد زياد رضي الله عنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فلما مضى 29 يوما غدا أو راح فقيل له إنك حلفت أن لا تدخل شهرا فقال إن الشهر يكون 29 يوما. وعن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشروبة 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله أليت شهرا فقال إن الشهر يكون 29. أحاديث مهمة جدا تدور على حول مسائل أسردها بسرعة بإذن الله عز وجل. الأمر الأول يبين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية معرفة دخول الشهر، فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن معرفة دخول شهر رمضان يكون بطريقتين لا فائدة لهما. الطريقة الأولى هي رؤية الهلال، ورؤية الهلال تكون برؤية الواحد العدل، فإذا رأى مسلم عدلا، العدل هو الذي لم يعهد عليه كذب ولم يعهد عليه كثرة وقوع في معاصي صغيرة أو كبائر، فهذا اسمه عدل. فمن رأى من المسلمين هلال رمضان وكان عدلا وأخبر بذلك الحاكم فيجب على الحاكم أن يأمر الناس بالصيام، وإن لم يأمر الحاكم بالصيام فيجب على الرائي أن يصوم، ويجب على من أخبره الرائي بالرؤية أن يصوم إذا كان من سمع الخبر يعتقد أن الرائي عدلا. طيب إذا لم أستطع رؤية الهلال
الحل الثاني أن أتم شعبان. طيب كم يعني ما حالات شعبان؟ حالات شعبان إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون 30 يوما. ما الدليل على ذلك؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر لنا البخاري في هذه الحديث أكثر من رواية تدل على ذلك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهر يكون 29 يوما فقال الشهر هكذا 10 وهكذا 20 وهكذا 29. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه آلى من نسائه. إيش يعني آلى من نسائه؟ أي أنه حلف صلى الله عليه وسلم أن لا يقرب نساءه شهرا. زعلين كلهم سوى كينين أبصر شعلين للنبي عليه السلام زعلوا عشان بس يصير في إشكال بينك وبين مرتك بالبيت، ما تفكر أنه يعني هذا بيصيرش محله، هو مع النبي صار. أكبر واحد يصير معه مشكل منه مع زوجته بيعد يوم يومين ثلاثة أسبوع، يا رسول الله حلف شهر. طبعا ما تروح تعملها هلا أنت، يعني أنت ما تفكر حالك النبي تقول له والله مش حاكي معك شهر، ليش تطبق السنة؟ فما الموضوع يا حبيبي؟ آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، أي حلف أن لا يقربهن شهرا. والرواية الأخيرة شوف قال وكانت انفكت رجله. كان النبي عليه الصلاة والسلام على فرس فوقع على الفرس فجرحت قدمه وكان جرحه شديدا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل كأنه مدايا النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يعتزل النساء فحلف أن لا يقربهن شهرا وجلس في مشربة. مشربة كأنه النبي كان عنده سد، بس سد كبير، وكان الصحابي يجتمعوا عنده فيها أحيانا يزور. فرأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى نسائه بعد 29 يوما فقالوا يا رسول الله آليت أن لا تقرب من نسائك شهرا. يعني كأن الصحابة قالوا يا رسول الله بس عم نذكرك، يعني الصحابة شو عم يعملوا؟ كانوا عم بيعدلوا هن بالأيام، قالوا له بس حبيبي لن نذكرك إنه بعد لك يوم. فقال صلى الله عليه وسلم الشهر يكون 29، أنا أعلم بذلك وأنا أعد الأيام، حلفت أن لا أقربهن شهرا والشهر يكون 29. فإذا كان الشهر 29 عليك أن تبدأ في ليلة 30 أن ترتقب الهلال. فإذا رأى مسلم واحد عدل هلال رمضان فأخبر الحاكم والقاضي، فالحاكم يأمر الناس بالصيام. إذا كانت تلك الليلة فيها غيوم فيها غمام فيها سحاب لم يستطع الناس أن يروا الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتموا شعبان وأن يصوموا شعبان 30 يوما. وهذا اليوم يوم 30 ما اسمه؟ يوم الشك. إيش يعني يوم الشك؟ يحتمل أن يكون من شعبان ويحتمل أن يكون من رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم وقال حذيفة رضي الله عنه وغيره من الصحابة من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. عصى أبا القاسم ليش؟ بس بمرور هذا الحديث أن حذيفة رضي الله تعالى عنه جاءه مجموعة من الصحابة، أنا أعلم طولت عليكم بس بنختم بهذا إن شاء الله، جاءه مجموعة من الصحابة يزورونه في يوم الشك، يعني يوم 30 شو رمضان صح؟ شعبان معي ولا مع التانيين؟ معي. طيب يوم 30 شعبان جاءه ضيوف، فقام حذيفة يريد أن يضيفهم، فجاء لهم بسخلة مصلية يعني مشوية وقدموا الطعام، فقام واحد منهم وقال جزاك الله خير إني صائم. فقال لما؟ فقال قد يكون هذا من رمضان. قال أنت تؤمن بالله؟ قال نعم. قال إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فقم وكل. قال لما؟ قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن صوم يوم الشك، ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، قم فكل. فلذلك إذا كان هذا اليوم يحتمل أن يكون من رمضان أو من غير رمضان يجب عليك في هذه الحالة أن تفطر ولا تصوم، إلا بحالة واحدة وهي أن يكون لك صوم عادة. ما هو صوم العادة؟ أن تكون قد عودت نفسك في رجب وفي شعبان في مثل هذه الأيام أن تصوم يوم الاثنين والخميس، أو أن تصوم يوما وتفطر يوما، فصادف يوم الشك يوم الاثنين أو يوم الخميس أو اليوم الذي تصوم به فيجوز لك أن تصوم على أنه من صوم النفل العادة لا على أنه أول يوم من أيام رمضان. معلوم إن شاء الله؟ مفهوم؟ إن مد الله تعالى في أعمالنا نبدأ الأسبوع المقبل بإكمال هذا الباب المبارك من باب الصيام من صحيح البخاري. تقبل الله تعالى منه.